صاير ما عم صدق امتى بيخلص يوم العطلة لحتى ارجع الشغل بالشركة. بتطلعي مشوار الطقس حلو كتير. حبيت الفكرة. لا تأخذوني على الإزعاج. لا ما عم تزعجينا خالي نازلي. تفضلي عادي. لا بلا ما أقعد. تفضلي لا ما بيصير تفضلي. يعني شو التحضيرات اللي بتحبوا أعملها؟ حابة أعرف إذا في شي محدد ببالكم. يعني شو بدنا نحضر للولد؟ شو يعني؟ بصراحة بابا مبسوط زيادة مو عارفان شو يعمل. شو بدنا نحضر لولد لساته ما خلق؟ ها؟ نتعلم كرماله لغة تانية؟ شو رأيك؟ علي كان قصده يقلك إنه بكير مفكر بهالأمور. أنا أكيد رح أحتاج للمساعدة، بس ما بعرف من وين لازم نبلش. والحمل بيني وبينك تعبني، ولسه بكير كتير على الولادة. للأمومة طعم تاني. الرابط بين الأم وابنها بيبدأ من أول لحظة من تشكل الجنين. بعدين ما فينا ننسى إنه هذا الرابط بين الطفل وأمه مستحيل يختفي. ولما تموت الأم كمان الولد ببلش يحس بالوحدة، بحس حاله ضعيف، خاصة إذا خسر أبوه كمان. كأنه حكي ضايقك. لا، أمي ميتة من زمان. العوض بسلامتك. أنت عندك أولاد؟ عندي، بس بعاد عني هلأ. إن شاء الله تجتمعوا سوا. شكراً. هذا عمو نزار رفيق بابا، إن شاء الله يخبرني أخبار منيحة عن بابا. ألو، يعني كيف بدي يكون برأيك؟ أنا ماني منيحة عمو. من لما حكيت معك ما عم لاقي. كنت كتير تشوفيها لأمي؟ ايه، يعني لفترة. أنا بتذكر فترة طفولتك. عن جد؟ أنتي وخالي رشاد الوحيدين اللي شهدتوا على فترة طفولتي. أنا ما عندي أي صور، لهيك ما بعرفها أبدا. مرة سألت خالي عن صورة لأمي وقال لي إنه ما عنده. ما في صورة لأمي موجودة عندك؟ ما عندي ولا صورة. أنا سافرت على ألمانيا قبل ما تتوفى، وما صار مناسبة لحتى نتصور مع بعض. فهمت. رح أنزل لتحت بالإذن. شو قال عمو نزار؟ حكى هو وبابا. ايه، بابا هلا عم بيبيع يا نصيب. شو هالحكي؟ خلص لا تزعلي، المهم هلا اطمنا عنه ورح نركز اكثر على هالقصة لحتى نعرف كيف بيشتغل ومع مين ووين. يعني لازم نفهم كل شيء.